المزمور وإنجيل باكر. المزمور: حقي ورحمتي معهم، وباسمي يرتفع قرنهم. حينئذ بالوحي تكلمت مع بنيك وقلت: إني وضعت عونا على القوي، هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير: فقال له واحد: يا رب، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. وإذا بلغ أن يقوم رب البيت ويغلق الباب، فتبتدئون بالوقوف خارجا وتقرعون الباب قائلين: يا رب، يا رب، افتح لنا. فيجيب ويقول لكم: لا أعرفكم، من أين أنتم؟ حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا، وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: إني لا أعرفكم، من أين أنتم؟ اذهبوا عني يا جميع فاعل الظلم، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطروحون خارجا، ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب، ويتكئون في ملكوت الله؟ فهو ذا آخرون يكونون أولين، وأولون يكونون آخرين، والمجد لله دائما.